ضحك على مسألة النفاق. بقي أنا ساعة أعرف روحي محمد كريم العبيدي، فهمت؟ ملحد بالطبع، بالطبع بالطبع بالنسبة لي أنا بيان سور، فهمت؟ معناتها حبيت نتكلم في حاجة، هذه حاجة صغيرة، هي معناتها صغيرة، هي ما هي بالنسبة لي مهمة. ديما وقت نحكي في سواء على الانترنت ولا في معناتها باختو، فهمت؟ سيختو مع اكثر الاشخاص، حتى مع بعض الملحدين، اكثر الملحدين يقول لك لا ما توريش روحك ملحد، لا ما تعملش روحك ملحد، لا كذا كذا، وعلاش؟ وما توريش تصويرتك وخبي تصويرتك وما لازمهمش يعرفوك، وعلاش؟ بيني انا نسرق ولا نقتل؟ لاني سارق لاني قاتل، عندي افكار نؤمن بها نعبر عليها ننقد كذا كذا كذا، شنو فيه؟ فهمت؟ كي توما تلوموا في المسلمين وفي الاسلاميين خاصة انهم منافقين، فهمت؟ وانتوما بيدكم تعيشوا النفاق، او هذا فهمت يجي يكتب كذا، نجي نحكي معاه ربي ونبي ربي ونبي، من بعد نجي نحكي معاه، غير نحكي معاه 5 دقائق يقول لي لا راني انا ما نمنش بحد شيء. كي ما تمنش بحد شيء علاش ما تقولش؟ ويقول لك انا نخاف وعندي عائلتي وعندي كذا، وانت كي انت تخاف علاش اصلا تتكلم اصلا؟ ماهوش هاد بابوشتك وقعد في دارك، فهمت؟ يا اخي كيفاش باش نغيروا المجتمع بالخوف ولا بالنفاق؟ ياك انت تعمل كيما الاسلاميين واكثر منهم. شنو هو الفرق بينك وبين اختلاف الايديولوجي؟ هو مسلم وانت ماكش مسلم، فهمت؟ وهذا مش على مستوى العقيده برك، على مستوى كل شيء، حتى مستوى الحياه اليوميه، فهمت؟ حتى على مستوى الحياه اليوميه سي الميم بروبليم اللي يسامبوز على كل تونسي. اذا شنو حبيت نقول معناتها باش نختم الخطر، طولت ياسر. حبيت اقول يا ملحدين ويا اوموسيكسويل ويا نساء اللي تحبوا تعملوا، واللي يحب يشرب واللي يحب يعمل واللي يحب يعمل اللي يحب، فهمت؟ يعمل اللي يحب، فهمت؟ واللي ما عجبوش، فهمت؟ يكسر راسه ويزي من النفاق ويزي من التخبيه ويزي من فهمت التلوعيب، وتعمل انا لا مسلم لكن ضد الاسلاميين. شنو هي مسلم وضد الاسلاميين؟ انا ذي نحب نفهمها، ما دخلتش المخي. مسلم وضد الاسلاميين، فهمت؟ كانهم الاسلاميين ما همش مسلمين، فهمت؟ هذا جهل، وهذا الموضوع نتكلموا عليه، فهمت؟ المرة الجاية هو شنو إسلامي وشنو مسلم، شنو الفرق من بيناتهم الزوز، فهمت؟ باهي نقول لكم للمسلمين صحة شريفتكم كشقيتوا الفاطر، وللملحدين فهمت صحة بلعتكم كانكم تشربوا، ومرة جاي في فيديو واحد آخر.